بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفاضلات أهلا وسهلا بكم. اليوم بحول الله رياضيات راح فقط نجتاز درس المدد لأنه بسيط جدا، نخليوه في الأخير، لكن نروح شوية نطبقه لهنا شوية في الصفحة 93، لأنه من المهم جدا أن التلميذ يتحكم في هذه المرحلة في حل وضعيات إدماجية. إذا نبدأ بسم الله، ماذا لدينا هنا؟ حتى اللي اجتازوا هذا الدرس لا بأس، هذه راهي مراجعة به يراجعوا فيها التلاميذ الوضعيات الإدماجية. لهنا ماذا لدينا؟ اشترت مريم 6 قصص، ثمن الواحدة 250 دينار، وثلاث مجلات ب 180 دينار للمجلة الواحدة، وعلبة أقلام يزيد ثمنها عن ثمن المجلة ب 450 دينار. إذن احنا راح نحلوها بالطريقة المنهجية، حل خط الحل العمليات والأجوبة وكل شيء. إذن مريم ماذا اشترت؟ اشترت القصص، واشترت ثلاث مجلات، واشترت علبة. هو المطلوب شيء، قلنا ما هو ثمن المجلات، ما قلناش ما هو ثمن القصص، ما هو ثمن المجلات وما هو ثمن المشتريات كامل. احنا الآن لازمنا نحسبه ثمن القصص. أكيد راكم فاتحين معايا على الصفحة 93، نفتحوا نحسبه عفوا ثمن القصص. كيف نحسبه ثمن القصص؟ القصة واحدة 250، إذن 6 قصص كيف نحسبوهم؟ ثمن القصص 250، إذن 200، أحسنتم، 250 في 6، نجي ونجري بالعملية. 6 في 0 0، 6 في 5 30، أضع الصفر وأحتفظ بالثلاثة، 6 في 2 كم؟ 12، والثلاثة 15. إذن ثمن القصص هو 1500 دينار. هنا نكتب دينار، وهنا أبنائي نكتبوا العملية الأفقية، لازم أنا فقط اختصارا للوقت. ثم ماذا؟ ثم نجي ونحسبوا ثمن المجلات، ثمن المجلات نفس الشيء. احنا وش عطانا؟ قالنا ثمن المجلة الواحدة هو 180، يعني ثلاث مجلات كم يكونوا؟ يكونوا نجري العملية بنفس الطريقة، 180 في 3، هنا أضع سطرا، 3 في 0 0، 3 في 8 24، أضع الأربعة وأحتفظ بالواحد، 3 في 1 كم؟ 3 والاثنان 5. إذن ثمن المجلات هو 540 دينار جزائري، وأكتب هنا العملية أيضا أفقية. ماذا لدينا؟ قلنا لهنا وعلبة أقلام يزيد ثمنها عن ثمن المجلة الواحدة، ثمن المجلة ب 450، احنا عندنا ثمن المجلة هو 180، الآن ثمن علبة الأقلام يزيد عليها ب 450. أنا لما نقول لك أنت عمرك، أحمد عمره 8 سنوات، وعمر أخوه الكبير يزيد عليه ب 4 سنوات، وش نعمله؟ 8 زائد 4، نفس الشيء هنا 180 اللي هو ثمن المجلة، زائد وش قلنا؟ قلنا 450، 450. إذن 0، 8 زائد 5 كم؟ 13، أضع الثلاثة وأحتفظ بالواحد، الواحد والواحد 2 والأربعة 6.
إذن ماذا لدينا؟ إذن أنت رحت للمكتبة شريت قصص، مجلات، علبة أقلام، كي تحب تحسب كل شيء وشريت وش نعملو؟ نزيدوهم لبعضهم. إذن إحنا دوكا راح نزيدوهم لبعضهم. ماذا لدينا؟ ثمن القصص 1500 زائد ثمن المجلات 540 زائد علبة الأقلام كم؟ 630. راح نحسبوها كم نجدها؟ 0 4 + 3 = 7 5 + 5 = 10 و6 = 16 أضع الستة وأحتفظ بالواحد. إذن هنا ماذا لدينا؟ لدينا 2 أضع الاثنان. إذن ثمن المشتريات هو 2670 دينار جزائري. وهنا أيضا راح تكتبوا العملية أفقية. هنا أبنائي عندنا الوضعية الثانية راح تحلوها بنفس الطريقة، بسيطة جدا بنفس الطريقة تاع هذه. هنا عندنا هذه الوضعية، شوفوا أبنائي لما تشوفوها تبان لكم طويلة، لكن لما تقراوها بسيطة جدا جدا، يعني أي تلميذ مهما يكون مستواه يحلها. وش قلنا؟ قلنا أثناء تجوالهم في المعرض تناول الولدان وأبوهما بعض الحلويات والمشروبات. تمثلت في قارورة ماء ذات 150 سنتيلتر وعلبة عصير ذات 1 لتر وثلاث قطع حلوى. دفع الأب مقابل قطع الحلوى. هنا برك بدلكم، بدل ما يقول لكم ثمن الحلوى قال لكم دفع الأب. هنا المهم تفهموا، بدلكم الصيغة. مقابل قطع الحلوى 270 دينار، ودفع مقابل العصير والماء 190. يعني الثمن ببساطة قاعد فقط يبدلكم في صيغة السؤال أو في صيغة المعطيات عفوا. ما هي سعة السوائل باللتر؟ ما هو مجموع المصاريف التي صرفها الأب في هذه الزيارة؟ إذن وش راح نعملو؟ أول حاجة قلنا إحنا عندنا وش راو 150 سنتيلتر و 1 لتر، يعني المجموع تاعهم في 2 كامل، في 2 هذه نديرو هاك 150 سنتيلتر، ها نكتبوها في الجدول 150 بلون مخالف 150 سنتيلتر، هذه تاع العصير هذه تاع الماء 150 تاع الماء، والعصير 1 لتر، ها هي 1 لتر. هو واش قلنا؟ قلنا ما هي سعة السوائل باللتر؟ انا عندي هنا 1 و1 في اللتر، اذا 2 لتر، هذه 50 ما نقدرش نحولها الى اللتر، اذا نكتبوها بهذه الطريقة. ودرس التحويل تاع السعات راهو موجود في دروس الفصل الثاني سنة 3، وهنا نكتبوها كما راهي 50 سنتي لتر. إذا نجي لهنا ونكتب سعة السوائل هي 2 لتر و 50 سنتي لتر، تبقى كما هي. الآن وش قلنا؟ قلنا ما هو مجموع المصاريف التي صرفها الأب في هذه الزيارة؟ بسيطة، عندنا 270 زائد 190، 200 هنا نعود شوية عملية الاحتفاظ، 270 قلنا 270 زائد كم؟ 190. عفوا، لدينا 0 + 0 صفر، لدينا 7 + 9 كم؟ 16. أضع الستة وأحتفظ بالواحد. لدينا هنا هذه 2 ولا 3، رانا عندي 1 هنا زائد الواحد 4. إذا لهنا نكتبوا ثمن المشتريات هو 460 دينار، ونكتبوا العملية أفقية. واش قلنا؟ قلنا أنا قلت لكم هي شوفوا واش طويلة لكن بسيطة جدا، أي واحد يقدر يحلها. أن تم وضع المشتريات في علبة أوجهها مستطيلة الشكل. ما هو اسم هذا المجسم
قريت المجسمات، ما هو عدد رؤوسه وما هو عدد أحرفه؟ احنا ابنائي اذا نتخيلوا انه هذه جبت لكم علبه صغيره باه تجيني سهله في التصوير. هذه هي العلبه، هذه العلبه قريتوا المجسمات. اذا احنا عندنا المجسمات المتشابهه المكعب ومتوازي المستطيلات، عندهم نفس الخصائص. كم فيهم من وجه؟ وجه وجه. نبداو من باه نبقاو شافيين. الوجه الاول هذا وجه، اثنين ثلاثه اربعه، إذا أربعة أوجه، خمسة ستة. إذا المكعب ومتوازي المستطيلات عندهم ستة أوجه. كم لديهم من رأس؟ نبدأ دائما منين نبدأ؟ نبدأ الآن منا. رأس رأس، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، عندهم ثمانية رؤوس، ثمانية رؤوس. والحروف، ما هو الحرف؟ الحرف هو هذا. اذا هنا لما تعدوهم راحين توجدوا كم من حرف؟ راحين توجدوا 12 حرف. عندنا حرف 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12، راحين توجدوا 12 حرف. اذا ابنائي الاعزاء بهذا نكونوا انهينا درس اليوم بحول الله. نلتقي في دروس اخرى دوقا دوقا بإذن الله. أبنائي راح نكملوا البرنامج، ما بقناش بزاف، بقاونا دروس قليلة جدا، بعضها سهل جدا. راحين إن شاء الله نكملوا أطفالي.